دابا الزبده دابت، غادي نزيدو عليها الحليب بارد، السيطره السيطره ديال الحليب وبقيت لافار. وبا امي الضاويه كتفكرك امي خويا تاي هذا لاباني لا سنتاويه امي هذا لابانيه شويه فوق البوطه سخني وعاد جيبي ودابا ها هي داروا الزبده والحليب غادي يسخنوا شويه ياك حنا غير دينا ليه باش تسخن شويه فوق البوطه من الزيتو كتخوي عليه الحليب كيبقى فوق البوطه قريصه ديال الملح ديري درتي مش شويه الملح اه صافي درنا شويه الملح اها دابا غادي نديرو خلطوا الزبده والحليب الزيت خلي فوق نحفوا بسم الله عندك امي سخونه واخا تكون كتبقى يا امي تجمعي فيها بشويه بشويه نجمعوا فيها بشويه بشويه حتى تجمع لينا وتدلك طاوي شاده على قياس اخويتي ايوا امي الطاوي راه معروفه معروفه بشنيه خاطر جيبي المدله احنا البنات دابا حنا عجناها هي غادا ترتاح وحنا معاكم ان شاء الله ان شاء الله حنا البنات غادي نبداو دابا ان شاء الله ثم معانا تنقطعو غادي نتركوها ان شاء الله بالمدلك وعاد ندوزوها في الماكينه هي السر ديالها في ديك الماكينه الماكينه هي على كلشي دابا البنات انا طلقتها بالمدلك دابا غادي ندوزو الماكينه دابا انا غندوزو البنات هنايا ان شاء الله تاخذ القياس ديالها وعاد غادي صافي كريم يا انا البنات دابا انا دوزتها في الرقيقه ان شاء الله دابا عاد قادينا النبله ديالها شوف امي خرجت لك بحال سباكيتي طويله والله بحال سباكيتي طويله اللي غلاها هذه جات غليظه البنات دابا ملي تبداو تصابوا فيها ديما شدوا هاد القنيتات وحلوها انتوما ها هي باش تجي محلوله ها انتوما غتقطعي دابا امي قطع تجي محلوله ان شاء الله عورقوها على الجنب باش ما يجيش غليظ وقلوها تصب في العسل ضروري تبرمد في العسل مطاوي تعوم هي تمنيتي لي ديروا معاها البال باش ما تجيكمش غليظه وما تحلش كتحل في القليان بصح كتحل في القليان انا ما شديتهاش كاين ما كتطلقش هي كم الضاويه كتحل تبارك الله عليك امي هاكا يعطيك الصحه ديها ونجي ها انتما بنياتي ديما تجي محلوله راه ساهلة من بعد كتجي تجيكم شوية صعيبة ولكن هي راه ساهلة شوفي هم يلا سير يلا سير ايوا غادي نسيروا على هاد الامان ان شاء الله حتى نكملوا ونبداو القليان وحنا معاكم غتكملي كلشي وتبداي تقلي نكملوا كلشي ان شاء الله ونبداو نقليو طالب ديت الشغل معايا مالي راه نور نهار اللي صلي الحاج ويمشي نور تاع هذيك الساعه اللي دار عندي وقت مع ديما نجي دار مجموعه امي رشيده اش تكثر خيط يلا بالي بالي قبل ما يسالي شوفي تبارك الله امي الطاويه خدامه هاك ما دوليك تي كضربينا في ملي كنا صغار كنا ناكلو بهم العصا ويلي كرهتو انا امي كانت كتشير بيدها باش ما كان يا بانيو يا يوسف بيرا يا صندوق لا لا تضربها بالمقرش ايوا الناس زمان ماشي بحال دابا هاري الطاوه كاينه ضربينا ندعي ها هاري الطاوه البيضاء ولكن راه كيحمق زوين شد معاك نعطيك جلابيتي ديها لا كاين هما الضاوي كاين كاين الطاية ما تدينيش مكروفة كريمة الطاوة اختي حنا مشينا تال الديور ديالو لا اسمهم اسم الديور
الله اكبر. فين شينا دابا؟ بيت السكن. اويلي لا ديار عاليه. لا اويلي سميتها بيتي. بيتي بيتي الدور ديال بيتي. فين عزينه البنات؟ دابا سالينا كملنا تقطاع الشباك ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للقليان. اخ يلا البنات دابا هو الزيت سخن ليا وانا دابا غادي نبدا نقلي. الزيت سخن مزيان تشربخ اخيتي. شكرا. شويه الزيت سخن. ايوا غتبغي الزيت سخون. الله يتبارك الله بغيتك تنفخ. فهمتي في القليل غير تنسالي الله تنهرو بعلوك وتفرجو على الصافي. درنا المقله الاولى وهي الثانيه. الثانيه هاي تبارك الله ديال زوين. حرك العسل كتجي زوينه. لا العسل ها شتيها زوينه امي زوينه با تا هو كيبغيها. هاي دابا يخليوها في العسل. هاذي هايدوها كدرو ليها كريمه. كدرو ليها جنجلان. كدرو ليها جنجلان. شوفوا تبارك الله كي جات محمره وزوينه ما شاء الله. احنا البنات دابا قليناها كنستفوا فيها ان شاء الله غادي نكملوها وغادي نرجعوا لكم. غادي نديروا شويه الزبسلان راه كتجي زوينه ولذيذه. هذا تعجبكم ان شاء الله. زوين. ملي بغيت نصاوب العسل بديت نطفي درت شويه ديال الماء زهره البنات راه كيجي زوين. ودابا ها نتوما راه غادا تعجبكم ان شاء الله راه زوينه ولذيذه. لا تبارك الله جات زوينه. وتا ديك النسمه امي ديال الماء زهره. السلامه والرزق. تا ديك النسمه ديال الماء زهره حتى هي امي جات فن. جات عطيه. ها نتوما بنياتي. ها هانتوما بنياتي. هذا هو الشكل النهائي اليوم شاركته معاكم وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله بالصحه والراحه. فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله عمو تبارك الله عليك. الله يعطيك صحتك. جات زوينه تبارك الله. لا والله الا جات من داك الشيء ما بغيتهاش تكون انت. وين بالضويت كاع ما تبغوش ليا تاكل الساندويتش خليها تبهك. ايوا بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.